أما المقطوع والموصول بقواعده لازم ندرسها، لو كانت الكلمات مرسومة في المصحف زي ما هنقولها يبقى اسمها كده تحقيقية علشان التفاؤل في تناولها. أو كانت الكلمات مرسومة في المصحف عكس ما هنقولها يبقى اسمها هنا تقديرية، ما التفاؤلش بس في شكلها. عندنا هنا بعض الكلمات دايما موصولة في نطقها، حيثما كلما وكلوهم فوزنوهم على بعض سوا، إن وعم وفيما ومما هنضفهم هم كمن كده. يومهم الأولى مفتوحة أو يومهم الكسرة هنا. ثم جاء دور الكلمات موصول أو مقطوع نطقها، وده على حسب ما هتكون كفة فتصبح لها أينما زيها بالضبط مع اتنين لو كفة إنما أنما. طب لو ما طلعت موصولة يبقى انفصلوا بسرعة يا ندى. بالنسبة لباقي الكلمات فأداء مقطوعا بقى كده خلصنا الباب ده، وشكرا وقافل القطر معانا هنا.